دير الخير في هذه الأيام المباركة إخواني وأخواتي في كل بقاع هذه الأرض، سواء كانوا في الجزائر أو خارج الجزائر. اليوم يشهد العالم وتشهد الملائكة وتشهد السماوات وتشهد الأرض على هذه الأيام المباركة، وخاصة على ما سيقع غدا بعون الله تبارك وتعالى. هناك بشر اسمهم المسلمون، آمنوا بالكتاب الذي أنزل عليهم واتبعوا الرسول الذي أرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام. نسمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، في بقاع مقدسة لا يجوز حتى أن يصطاد الإنسان أو أن يقتل حمامة أو ذبابة، لا يجوز. إنه دين الرحمة، إنه دين السلام، هذا الدين العظيم في هذه الأيام المباركة. من خلال برنامج وفعل الخير أود أن أهنئ كل الذين عملوا في هذه العشر من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل عليها، وما يقسم الله إلا على عظيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذه الأيام المباركة للي صمت، اللي قريت القرآن، اللي عبدت ربك عز وجل، وخاصة اللي دخلت الفرحة والسرور على قلوب المسلمين المحتاجين من الجزائريين، لفونكسيونير اللي ما قدرش مسكين يشيل الخروف وانت كنت سبب في إعانته، الأيتام اللي ما عندهمش الآباء اللي يعاونوهم في هذا العيد وانتم كنتوا سبب في إدخال الفرحة عليهم، يا بشراكم. لأن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير عند الله عز وجل من هذه العشر. انخلعوا، قالوا: يا رسول الله، حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال: حتى الجهاد في سبيل الله، إلا أن يخرج رجلا بماله ونفسه فلا يعود بشيء من ذلك. ولكن غدا بعون الله تعالى هو يوم مشهود، وهذا طبعا حتى المفسرين قالوا اليوم المشهود يعني هو يوم عرفة، كما قال الله تبارك وتعالى طبعا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود، اللي هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. والمشهود هو يوم عرفة، سيكون الناس كامل على صعيد واحد، وهذا اليوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، لهذا تغفر الذنوب وترفع الدرجات. جاء واحد يهودي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال له: وش هي هذه الآية؟ قال: آية التي تقول هذه في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب ورفض راسه رضي الله عنه وأرضاه، قال: أعلمها وأعلم الوقت الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. فقد قالها، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، في عرفة يوم الجمعة. فكامل هذا الناس ليكونوا إن شاء الله راهم لهيه، إن شاء الله يعودوا سالمين غانمين. ولكن نقول لكم حتى الناس يمرهمش في البقاع المقدسة الآن، ليركم اليوم هنا في الجزائر وراكم خارج الجزائر، كامل اللي تعرفوا بأن هذا يوم عظيم. ونقول لخاوتي قدامنا نشوفوا واحد الحالة إن شاء الله تفرحوا معنا فيها، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، يوم عرفة، اليوم كاع لي ميزيلمون، كاع المسلمين راهم حاضرين بقلوبهم في عرفة، بل حتى غير المسلمين راهم يتابعوا، راهم يشوفوا ويشوفوا هذا الإسلام العظيم. ولكن النهار اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، النهار اللي خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام، قال كلام خطير، كلام اللي اليوم لازم نسمعوه في كل مكان في بقاع الأرض كمسلمين، وخاصة العرب الذين يتناحرون والذين يتعادون والذين تسيل دماؤهم غزيرة للأسف فيما بينهم. هذا يقول الله أكبر ويقتل، وهذا يقول الله أكبر ويقتل. إخواننا في اليمن والسعودية وليبيا وفي كل مكان، واليوم في السودان للأسف الشديد. نقول لكم، ها واش قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وهو البلد الأمين. نسأل الله أن يجمع صف المسلمين ويجمع شملهم ويحقن دماءهم بعون الله تعالى.